اوكي بالنسبة لل في دايركتيف اسمه بيت، ده بيستخدم عشان يأساين البيت ادريسبل انبوت اوتبوت والرام انبوت اوتبوت. ومثال عليه احنا ممكن نعرف مثلا بيت في بورت مثلا P1.7، نعرف ان اسمها ليد، بعتبر ان متواصل عليها ليد. P2.0 سويتش SW، بقول ليد بيت P1.7 SW بيت P2.0. وهنا مثلا انا بتشيك على حالة السويتش، فبقول موف سي كوما اس دبليو، اقرا حالة السويتش وحطها في الكاري، وبعد كده موف ال اي دي كوما سي ويس جامب هير، يفضل كده ايه فور ايفر. طبعا ده بيخلي البروجرام بتاعي ايه يعني ريدابل وواضح ان البتات دي واصلة على ايه، احسن ما تبقى بيتس كده وخلاص، لا انت بتأساين ليها الاسماء تعبر عن الديفايسز الفعلية اللي انت موصلها عليها. Assume that bit P2.3 is an input and represents the condition of an oven. It goes high. It means that the oven is hot. زي المثال اللي خدناه قبل كده. Monitor the bit continuously. Whenever it goes high, send high to low pulse to port P1.5. Turn on the buzzer. Okay. طبعا نفس شفنا المثال ده قبل كده. هنعرف بس oven hot bit P2.3. البازر bit P1.5. ونتشيك على الستاتس بتاعه الاوفن هوت بيت جي ان بي جامب في نوت بيت اوفن هوت كوما هير، طول ما هي زيرو خليك في نفس السطر ري تشيك اجين، واول ما تبقى واحد اي كول ديلي و سي بي ال بازر واي كول ديلي واس جامب هير تاني. برضو بالنسبه للاكويت ممكن استخدمه عشان اساين ادريسيز. عموما الاكويت ممكن ان جنرال يستخدم، يعني ممكن يستخدم مكان البيت كمان مفيش مشكله. فالمثال ده برضو شفناه قبل كده هو اوكي اوكي بس هو هنا انا مجرد عرفت ايه ان السويتش والماي داتا واحد ان هو بورت والتاني بيت. فالاكويت ممكن يستخدم مكان البيت، انما البيت ما تقدرش تستخدمه مكان الايه الاكويت. طيب دلوقتي احنا قلنا ان ال 8051 في 128 لوكيشن رام، وال 8052 في 256 لوكيشن رام. الاول 128 دول من ادريسز 00 to 7f، 00 to 7f من اول ادرس 80 لحد ff، قلنا ده اسمهم سبيشال فانكشن ريجسترز. طيب هنا بقى قال لك ايه، قال لك الاكسترا 128 بايتس اللي في ال 8052 برضو الادريسيز بتاعتهم من 80 ل FF، يعني نفس الادريسيز بتاعت ال SFR. فهل كده هيحصل overlap او conflict ما بينهم؟ فايه هنشوف ايه اللي بيحصل. It is often called upper memory used in direct addressing mode which uses R0 and R1 register as pointer with values of 80 or higher. The same address space assigned to SFRs. يبقى الادرس من 80 ل FF هو نفسه ال upper 128 bytes RAM وهم نفسهم ال SFR. طب ايه ازاي نفرق ما بينهم؟ نفرق ما بينهم في الادريسنج مود. لما نعوز ناكسس ال higher 128 بايت في الرام بنستخدم register indirect addressing، انما لما بنعوز بنستخدم ال SFRs بنستخدم direct addressing. اوكي فبالتالي انا لو عايز اكسس مثلا لوكيشن 80، وطبعا 80 ده الادرس بتاع بورت 0، 80 هكس ديسمال ده كان الادرس بتاع بورت 0 لو احنا بنقول SFR خلاص. يبقى لو انا هستخدمه في ال قصدي نوع SFR يبقى هقول موف مثلا 80H كوما هاش 55H، او موف B0 كوما هاش 55. B0 ده متعرف ان هو 80 برضو. انما انا لو عايز لوكيشن 80 في الابر رام يبقى لازم اقول ايه، موف R0 كوما هاش 80H وبعد كده موف at R0 كوما A، معناها كوبي الاكيميليتور في اللوكيشن في الابر رام اللي عنوانه موجود في R0 اللي هو 80. تمام بقى دي ناخد بالنا بس منها ان هي الايه الاكسسنج بتاع الايه الابر رام، لان هي شيرد في الادريسيز ما بينها وبين الاس اف ارز.
assume that the on-chip ROM has a message. Write a program to copy it from code space into upper memory space, starting at address 80. Also, as you place a byte in the upper RAM, give a copy to B0. طيب احنا شوفنا ان انا ازاي اكسس ال داتا موجودة في لوك اب تيبل موجودة في البروجرام ميموري عن طريق الانستراكشن موف سي. اوكي، وبعد كده وبيقول لك اقرا كاركتر كاركتر من المسج الموجودة وخزنه في الابر رام لوكيشنز ستارتنج من ادرس 80. فهنقول اوريجينيت 0 موف دي بي تي ار كوما هاش ماي داتا، حيث ماي داتا ده الادرس 300 اللي هو متخزن فيه بداية المسج مكتوبة تحت the promise of the world peace. وحنبتدي نقول move r1 comma hash 80h، هيبقى pointer للرام locations starting location اللي انا هخزن فيه في الرام. clra move c a comma a at a plus dptr، يبقى هيروح اللوكيشن في الميموري اللي عنوانه A0 plus dptr 300. اللوكيشن 300 يجيب الكونتنتس بتاعته اللي هو الاسكي كود اوف تي، اسكي كود اوف تي، ويحطه في الاكيميليتر. وبعد كده هينقل الموجود في الاكيميليتر ينقله في اللوكيشن اللي في الابر رام موف ات ار 1 كوما اي، وفي نفس الوقت يبعت كوبي على بي 0 موف بي 0 كوما اي. وجي زد اكزيت، لو وصلت اللي انت قريته كان صفر روح لاكزيت معناه انت خلصت. فهنلاقي ان اكزيت اسمها اس جامب دولار ساين. اولا زيرو دي ايه؟ زيرو دي اللي هي نهايه السترنج اللي تحت موجوده زيرو، اللي زي ما انت عارف بتسموها النال كاركتر. نال كاركتر معناه ان انت وصلت لنهايه الايه، نهايه السترنج. ولما بكتب اكزيت اس جامب دولار ساين نفس المعنى ان انا بكتب اكزيت اس جامب اكزيت، يعني دولار ساين معناها روح لوب انفينيتلي على نفس الايه اللاين. وده احنا قلنا لازم اي برنامج بتكتبه المايكرو كنترولر لازم ينتهي بانفينيت لوب، هو نفسه يبقى جوه انفينيت لوب. انا ما ينفعش البروجرام كده ايه يعمل اوبريشن وما تحطلوش حاجه من الاثنين دول الا لو كنت بتدخل المايكرو كنترولر في حاجه اسمها سليب مود. سليب مود ده بيروح المايكرو كنترولر ما بيعملش حاجه، و لما بيحصل مثلا انتربت يبتدي ويك اب ويكمل ايه اوبريشن. فبعد كده بنقول انكريمنت الدي بي تي ار، دي بي تي ار ب 301، انكريمنت ار 1 ب 81، واس جامب بي 1 ويكر. يبقى كده هينقل الرساله من البروجرام ميموري الى الرام. طيب هنيجي بعد كده على الكاتيجوري الثانيه اللي هي في الانستراكشن سيت اللي هي الارثماتيك لوجيك انستراكشنز، ارثماتيك اند لوجيك انستراكشنز. فاول انستراكشن هو اد، واد بنقول اد اي كوما سورس، بيجمع الاي على السورس ويحط الناتج في الاي، وتشينج طبعا الفلاجز اللي احنا قلنا عليها قبل كده. وطبعا في امثله بسيطه يعني مشابهه اللي خدته في المايكرو بروسيسور على الاديشن، يعني ما فيش حاجه تتقال فيه غير ان هو بيجمع بيحول الارقام لباينري وبيجمعهم بيت باي بيت. ولو بعد ال 8 بيتس ما يتجمعوا لقى ان المجموع اكتر من 255 بيسيت الكاري فلاج. وبرده في نفس الوقت لو وهو بيجمع لقى اول 4 بيتس زائد اول 4 بيتس مجموعهم اكتر من 15 بيست الاوكسيلري كاري فلاج. assume RAM locations 40 to 44 have the following values. write a program to find the sum of the values at the end of the program. register A should contain the byte and R7 the lower byte and R7 the A the high byte. فعنده مجموعة memory locations فيها data وعايز يجمع. ببساطة هنعمل pointer للstarting address move r0 comma hash 40h، ونعمل count لعدد البايتس اللي هنجمعها move r2 comma hash 5 clear الaccumulator move r7 comma a، يعني انا clear الa والr7. طبعا هو بيقول لان هو لما بيجمع مجموعة ارقام وارد ان المجموع يبقى اكتر من 8 bits،
فان جنرال بيقول لك هيبقى عندي تو ريجسترز يتخزن فيهم الريزلت اللي هو الار 7 والاكيميليتور، وهيبتدي يجمع اد اي كوما ات ار 0. اوكي، هيجمع الاكيميليتور على اول رقم في الليسته اللي هو 7 دي. جي ان سي نيكست، جي ان سي نيكست، لو مفيش كاري هيزود الار 0. اوكي، هيبقى 41 ويديكريمنت الكاونت اللي هو ار 2 هيبقى 4، ولو مش 0 يروح لاجين تاني ويكرر كده. طب لو في كاري ينكريمنت ار 7. يبقى اذا الار 7 ده هيبقى هو في كام مره حصل كاري، وفي نفس الوقت انت لو حسبتها هتلاقي ان المجموع يطلع مظبوط، وشفنا مثال لحاجه زي كده قبل كده في بروجرام سابق. طبعا تقدر تجرب البروجرام دي على الكايل سوفت وير وتعمل سيميليشن وتشوف الفلاجز وتشوف الريجسترز وتتاكد ان الكلام ده مظبوط. When adding two 16-bit data operands, the propagation of the carry from lower to higher byte is concerned. يعني لو بتجمع رقمين 16 بت او two words يبقى لازم ان انت تاخد ده في الاعتبار، وده بيتم عن طريق instruction اسمه add with carry, ADDC, add with carry. مثال عندي رقم 16 بت 3CE7 ورقم تاني 3B08D وانت عايز تجمعه. فاول حاجة هتجمع هتحط اللور بايت من الرقم الاولاني في الاكيميليتور اللي هو الاي 7 موف اي كوما هاش 0E7H، وتجمعه على الرقم ايه الاولاني او البايت الاولاني في الرقم التاني اد اي كوما هاش 8D، وبعد كده تموف ار 6 كوما 8 تحط الناتج في ار 6، بعد كده موف اي كوما هاش 3C اللي هو الابر بايت او الهاير بايت من الرقم الاولاني، واد ويز كاري اي كوما هاش 3BH. يبقى هنا بنحط الكاري في الاعتبار باعتبار ايه ان انا ممكن يكون في كاري جنريتد من الايه من جمع البايت اللور بايت في الرقم الاولاني من اللور بايت في الرقم التاني. بالنسبه للبي سي دي، البي سي دي ستاندز فور باينري كود ديسيمال نمبرز اللي هي الارقام من 0 ل 9، ودي في الريبريزنتيشن ممكن نعملها ريبريزنتيشن بشكل من اتنين، يا اما unbacked BCD يا اما backed BCD. ال unbacked BCD بيبقى كل بايت كل 8 بيتس فيهم رقم باينري من 0 ل 9. في ال backed BCD بياخد كل رقمين BCD ويحطهم في 1 بايت، يعمل لهم باكينج. فبالتالي in unbacked BCD the lower 4 bits of the number represent the BCD number and the rest of the bits are 0، والباقيين الاربع bits الهاير يخليهم صفار. بالنسبة للbacked BCD لا، ده بيحط ايه رقمين 2 digits BCD جنب بعض، اوكي، بحيث ال 1 بايت يبقى فيه 2 digits BCD. يعني عندي مثلا 59 BCD هيبقى 0101 ل 5 و1001 ل 9. adding two BCD numbers must give a BCD result. Okay. لو تجمع رقمين BCD يبقى انت لازم ايه الناتج برضو يطلع BCD. والباينري كود الديسيمال ده هم عملوه علشان يبقى ايه، يبقى قريب من الانسان اللي هو ايه في التعاملات، مثلا في السوبر ماركت او في البنزينة اي ارقام انت بتشوفها بتبقى من BCD في الميزان مثلا في السوبر ماركت او الفلوس اللي هتدفعها، الماشين بتعمل كل الحسابات هكس ديسمال او باينري، بس لازم لما تيجي ترجع لك الارقام على الشاشة ترجعها لك ايه، ترجعها لك بالبي سي دي. فمثلا هنا بيقول لك ايه موف a كوما هاش 17h اد a كوما هاش 28h، فلو جمعت 17 زائد 28 يطلع 45. ده بيعتبر ايه؟ ده ان هو بي سي دي خلاص. ولكن لو انت فارض ان ده 17 ديسيمال و28 ديسيمال مجموعهم 45 ديسيمال، انما الماشين مش شغاله كده، الماشين 17 اكس ديسيمال 28 اكس ديسيمال، فهتلاقي الناتج 3 اف،
لو جمعت دول هتلاقي 7 و8 15 ليه اف 1 و2 3. 3 اف از نوت ا بي سي دي نمبر، لان الاف ده مش موجود، انا عندي من 0 ل 9 بس. فلما بيكون في كده واحد من الديجيتس غلط لازم يحصل كوركشن، يعني لازم يتصلح الرقم اللي طالع. فيتصلح ازاي؟ برضو سمعت عن الكلام ده يمكن في الديجيتال، ان انت لو اللور ديجيت هو اللي فيه اكتر من 9 بتجمع 06 على الرقم، يبقى 3F بلس 06 يبقى 45H اللي هي 45، اللي هتطلع للايه؟ على المكنة بتاعت السوبر، في السوبر ماركت، في السكيل او whatever يعني، او البرايس. ولو كان الهاير 4 بيتس هما الاكبر رقم فيهم اكبر من 9 بتجمع 60، يبقى تجمع 06 او 60 عشان تعمل كوركشن للرقم من هكساديسيمال الى بي سي دي. قال لك طيب بدل ما انت تعمل الكوركشن ده بنفسك، ممكن يتعمل بانستراكشن اسمه دي اي. دي اي stands for decimal adjust accumulator after addition. decimal adjust accumulator after addition. يبقى the DA instruction provides to correct the after mentioned problem، اللي هي موضوع الرقم يطلع BCD ولا hexadecimal associated with the BCD addition. the DA instruction will add 6 to the lower nipple or higher nipple if needed. فبتعملها ازاي؟ بتعمل عملية الجمع بتاعتك عادي عادي خالص. اوكي، add move a comma hash 47h move b comma hash 25h add a comma b. اوكي، هيجمعهم يحط الناتج في الاكيميليتر. هنا مثلا في الحالة دي الناتج كام؟ 6c 47h plus 25h 6c. ولكن لو انا واخد في الاعتبار ان دول كانوا ارقام هكساديسيمال، يعني 47 ده مثلا سعر المنتج الاولاني و25 سعر المنتج التاني، وبالتالي المجموع اللي انا هدفعه 72 جنيه مثلا، يبقى يحصل ازاي الرقم يطلع؟ عن طريق دي اي اي، هو يظبط الايه، بس لازم يكون بعد عمليه جمع انفولفد فيها الاكيميليتر، يعني تعمل اد اي كوما بي او اد اي كوما رقم تاني وات ايفر، وتعمل ديسمال ادجست الاكيميليتر افتر اديشن. ذا دي اي انستراكشن وركس اونلي اون اي. In other words, while the source can be an operand of any addressing mode, the destination must be in register A. عشان الديسمال ادجست اكيميليتور يشتغل. اوكي، ده مثال تاني او شرح المثال اللي فات. هنا نفس الكلام المثال برضو اللي فات، بس بيقول لك ان دول 5 في سي دي نمبرز. فما دام بي سي دي نمبرز يبقى انا لازم اعمل الكوركشن ده بعد ما ايه؟ بعد ما بعمل عمليه الاديشن واحط الناتج في الاكيميليتور، بعمل عمليه الايه؟ ديسمال ادجست اكيميليتور. طب نيجي على الانستراكشن بتاع السبتراكشن. تمام، in many microprocessors there are two different instructions for subtraction: sub and sub with borrow. In H51 we have only sub with borrow. SUBB. The H51 uses adder circuitry to perform the subtraction. زي ما انت عارف ان انت ممكن باستخدام الادر تعمل subtraction عن طريق ان انت بتجمع A two's complement. فلما بقول sub with borrow A comma source، يبقى الناتج ال A هيبقى A minus source minus carry. فلو انا عايزها تبقى sub عادي خالص زي بتاعت المايكروبروسيسور، يبقى بكلير الكاري في الاول. To make sub out of sub with borrow we have to clear a carry CY عن طريق مثلا instruction CLRC. Sub with borrow when CY equals 0 takes the two's complement of the subtrahend low source operand added to the mainland A invert the carry. يعني ده الاوبريشن اللي بتتم بيعمل بيها الايه؟ السب ويز بورو. طبعا الكلام ده انت اوريدي يعني اخدته في المايكرو بروسيسور انستراكشنز دي كلها. فطبعا لو انت عايز تجيب التوس كومبلمنت بتاع رقم، بتعمل له كومبلمنت وبعد كده بتزود واحد، يعني بتجيب الفيرست كومبلمنت وتزود واحد عشان تجيب الرقم ايه اللي هو اللي طالع بالنيجاتيف.
اوكي، فده برضو مثال مفهوش مشكلة. ايه ممكن ان انت تشوفه. هو بيتكلم هنا ان اذا كان الرقم اللي انت بتطرح منه اكبر من المطروح ولا اصغر منه. تمام، هنا برضو مثال تاني. اوكي، ممكن برضو تراجعوا الامثلة دي، ولو انت عايز تشوفها على الكايل سيميليتور برضو مفيش مشكلة. نيجي على المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن عندي امر مال، ومال اسمه مال اي بي، هو اسمه كده مال سبيس اي بي. ده بيعمل ايه؟ ده بيضرب الاي في البي، اوكي، والريزلت ال 16 بيت ريزلت هتتحط في ريجستر بي وريجستر اي تاني. مثال عليها: موف اي كوما هاش 25 اتش، موف بي كوما هاش 65 اتش، مال اي بي. فهيضرب 25 في 65 تطلع بالاكسديسمال اي 99. يبقى اللور بايت يتحط في الاي 99، والهاير بايت اللي هو 0 اي يتحط في البي. ده الفورمات بتاعه. ما عنديش بقى 8 بت و16 بت، ما عنديش سايند مالتيبليكيشن، مالتيبليكيشن بس ان سايند، لان في المايكرو بروسيسور كان ايه عندك؟ دول عندك ممكن تضرب رقم 8 بت في 8 بت، او 16 بت في 16 بت، او تعمل ايه ان سايند او ان سايند مالتيبليكيشن. طيب بالنسبه للديفيجن، بالنسبه للديفيجن الانستراكشن برضو الفورمات بتاعه ديف اي بي. ديف اي بي ده بيعمل ايه؟ بيديفايد الاي على البي. فطبعا لما انت بتقسم رقمين بيبقى فيه الكوتشنت او الكوتشنت والاي والريمايندر. فبنقول مثلا موف اي كوما هاش 95، موف بي كوما هاش 10، يبقى 95 على 10 فيها 9 وفاضل 5، يبقى 9 اتحط في الاكيميليتور وال5 اتحط في الاي في البي ريجستر. يبقى دي الطريقة اللي هو بيستخدم ايه، بيشتغل بيها في ال في الديفيجن. هنا write a program to get the X data in the range 00 to FF from port 1, convert it to decimal, save it in R7, R6, R5. Assuming that B1 has the value of FD for data, analyze the program. هو بيقول لك ان انت بتقرا فاليو هكس ديسمال على بورت، وعايز تطلع الفاليو دي على الايه، الارقام الديسمال مكافأة ليها اللي هي الاحاد والعشرات والمئات. مثلا على سبيل المثال، مثلا لو بيقول لك انت واخد رقم اف دي، خلاص اف دي ده اللي هو 253، ده جالك على ايه؟ 8 بيتس على البورت. فانت عايز تاخده مثلا وتظهره على 3-7 سيجما ديسبلاي، يبقى الديسبلاي اللي هي على الشمال يبقى تظهر عليها 2، واللي في النص تظهر عليها 5، والاخيره تظهر عليها 3. فهو عايز يعرف ايه بروجرام يقدر بيه ان هو الرقم اللي بيقراه 8 بيتس يحوله لي، بحيث يبقى ريدابل، اكنك بتحول مثلا من هكساديسمال لديسمال وتظهر على ديسبلاي. يبقى اول حاجه اقول موف اي كوما هاش 0 اف اف ومو اتش وموف في 1 كوما اي عشان اقلب البورت ان هو انبوت زي ما احنا متعودين. وبعد كده موف بي كوما هاش 10، ده البيز اللي انا هقسم عليه. ديف اي بي فهيقسم الرقم وليكن اللي هو اف دي اللي هو 253 على 10. فلما يجي يقسم ايه اللي هيحصل؟ هيطلع فيه ناتج اللي هو 25 وباقي اللي هو 3. اوكي، 25 هتتحط في الاكيميليتور و3 هتتحط في البي ريجستر. فيقول لك موف ار 7 كوما بي، موف ار 7 كوما بي. يبقى بي دلوقتي المفروض في ايه؟ في 3. بعد كده موف بي كوما هاش 10 برضو، وديف اي بي ايه كان في كام؟ 25. هيقسم 25 على 10 تطلع كام؟ 2 وباقي 5. خلاص هياخد ال 5 ويحطها في الار 6 موف ار 6 كوما بي، وفي الاخر ياخد اللي فاضل اللي هو الاثنين ويحط في ار 5. يبقى انت كده ار 5 ار 6 ار 7 يحتوي على الثلاثه ديجيتس دول اللي تقدر انت بيهم تعمل اي حاجه.
تعمل لهم ديسبلاي، تبعتهم وتفر، تخزنهم. بالنسبة للسايند ارسماتيك، زي ما قلنا التمانية بيتس اللي عندك بتشتغل عليهم يعتبروا سايند ويعتبروا unsigned depending على ال quantity اللي انت بتعمل عليه operation. quantity اللي انت بتعمل عليه operation هل هي always unsigned quantity، دايما always positive كمية، زي السرعة زي المسافة زي الوزن، فدي عمرها ما هتبقى negative. يبقى بالتالي كل تعاملاتك في الثمانية بيتس هتبقى من 0 لـ255. طب لو انت بتعمل operations على quantities وارد انها تبقى positive او negative، زي مثلا temperature، يبقى ساعتها لازم تاخد في اعتبارك ان الارقام بتاعتي ممكن تبقى في range ممكن يبقى فيها positive و negative. فلو انت عندك 8 بيتس زي ما انت عارف تبقى في range من 0 لـ127 خلاص، او من الناحية التانية ناقص 128 لو بالنيجاتيف. وبرضو هتبقى ملاحظة ان انت لو اي رقم نيجاتيف بيبقى فيه دي 7 اللي الموست سيجنيفيكانت بيت بيبقى بواحد، واي رقم بوزيتيف بتبقى ايه الموست سيجنيفيكانت بيت بتبقى بزيرو. دي الارقام عندي ايه، انا بيقولك show how the 851 would represent -34. فماينس 34 هيجيب الاول 34 هكسادسمال ويعمل انفرت او كومبلمنت لكل بيت، وبعد كده يزود واحد يعني جاب التوس كومبلمنت، يبقى ده النيجاتيف بتاع الايه الرقم. بالنسبة للاوفر فلو قلناه لما اخدنا البي اس دبليو اللي هو البروجرام ستيتس وورد، وقلت لك هو ببساطة جدا الاوفر فلو فلاج ده ما مالوش معنى غير في السايند اوبريشن signed numbers. يعني ولو unsigned number فيش حاجة اسمها overflow، في حاجة اسمها carry. فالoverflow بيحصل امتى؟ لو بتجمع رقم positive على رقم positive يطلع الناتج يخش في range negative، او العكس تجمع رقم negative زائد رقم negative والناتج يدخل في range positive. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بجمع 100 which is positive، ليه؟ لانها اقل من 127، وبجمعها على مثلا 100 كمان، 100 زائد 100 الناتج 200، 200 اكبر من 127، يبقى دخل فين؟ في رينج النيجاتيف، وتلاقي الموست سيجنيفيكانت بيت بقت واحد. فلو حصل كده الاوفر فلو فلاج ايه يبقى سيت ب1 انديكيتنج ان انت في مشكله في الايه في الكالكوليشنز بتاعتك. خلي بالك بينا برضو مدي امثله، موف اي كوما هاش 96 ديسيمال، موف ار1 كوما هاش 70 ديسيمال، اد اي كوما ار1. فلما بيعمل اديشن خلاص يحصل الناتج ايه؟ المجموع ديسيمال 166، يبقى الاوفر فلو يبقى سيت ب1 على طول. In 8 bit signed numbers operations OV is set، او in 8 bit signed number operations اوفر فلو is set to 1 if in either case there is a carry. هنا بقى الطريقه اللي هو يعني في الكتب بيقولوها ان الاوفر فلو يبقى سيت ب1 لو كاري من دي 6 لدي 7 ومفيش كاري من عارف. بس انا قلت لك بطريقه ابسط كتير صح، اللي هي الطريقه اللي ما تتنساش، يعني الطريقه دي ممكن تتنسى اوكي، انما الطريقه اللي ما تتنساش هي اللي انا شرحت لك بيها. فانت ممكن تعمل ديسكاردنج للتو كومنتس دول، هم صح طبعا مفيش مشكله، بس خلينا في الطريقه اللي هي الايه البلين اللي انا شرحتها لك اوكي. في بعض الاكزامبلز هنا ممكن انت بقى ايه تتشيك، ولو انت برضو عايز تعمل على السيميليتور وتفيريفاي مفيش مشكله برضو. شفنا برضو قبل كده ان انت عندك انستراكشنز بتعمل تشيك على الكاري اللي هي جي سي وجي ان سي، بس مفيش انستراكشن بيعمل تشيك على الاوفر فلو. فقلنا لا، ده انا ممكن اعمل انا انستراكشن بتشيك على الاوفر فلو عن طريق ان انا عارف ان هو بيت 2 في بي اس دبليو، البيت 2 في البي اس دبليو هي الاوفر فلو، فانا عايز اتشيك عليه اذا كان 1 ولا 0، فاعمل جي بي بي اس دبليو دوت 2 او جي ان بي بي اس دبليو دوت 2، يبقى على حسب الاوفر فلو يبتدي ان هو ايه يعمل كول او يروح للوكيشن معين.
طب ازاي تجيب التوس كومبلمنت؟ بسيط، كومبلمنت سي بي ال واجمع واحد سي بي ال اي واد اي كوما هاش 1. دي الارسماتيك اوبريشنز، دي الارسماتيك اوبريشنز. اوكي وطبعا اي مايكرو كنترولر هتلاقي فيه كاتيجوري من الانستراكشن سيت اسمها ارسماتيك اوبريشنز، وغالبا هتبقى فيها اديشن سبتراكشن على الاقل. مش لازم تلاقي مالتيبليكيشن وديفيجن حسب المايكرو كنترولر اللي انت شغال عليه. يعني على سبيل المثال مثلا المايكرو كنترولرز اللي هي بيك مايكرو كنترولرز اللي هي كانت موجوده قبل الاي في ار وال 8051 او يعني بعد ال 8051 وقبل الاي في ار، ما كانش فيها مال انستراكشن، فكان بيتطلب ان انت لو بروجرام عايز يستخدم مالتيبليكيشن لازم هو يكتب بروجرام مالتيبليكيشن فروم بيزك برينسيبلز بقى عن طريق مثلا ريبيتيتيف اديشنز او وات ايفر. يعني ما كانش في امر ديفيجن، فكان لازم اليوزر اللي عايز يعمل ديفيجن يعمل ايه، يكتب هيز اون روتينز يوزنج مثلا ايه ريبيتيتيف سبتراكشنز عشان يعمل ايه السبتراكشنز يعمل الديفيجن. فطبعا لو الانستراكشن اوريدي موجود في الانستراكشن سيت ده بيريح البروجرامر. اوكي بيخليه ان هو شغال عندي امر على طول ايه اشتغل بيه، زي ما انت دلوقتي مثلا يعني في لايبرز بتستخدمها في اللغات المختلفه، سواء مثلا في الاردوينو بورد عندك لايبرز كتيره ناس عاملاها بتعمل حاجات كتير، تروح واخد اللايبرري ومشغلها وتستخدم ازاي وخلاص. صح، ف مش انت اللي كاتب اللايبرري بس هي شغالها وجربها لو ريلايبل استخدمها. هذا تريد اوفس بقى، تريد اوفس. بس طبعا لو موجوده بتتسهل. نفس الكلام برضو الهاي ليفل لانجويج زي البايثون مثلا تتميز انها فيها باكجز كتيره جدا لحاجات كتيره جدا، شغال ماشين ليرنينج، شغال نتوركس، شغال ايمج بروسيسنج، شغال اي حاجه تلاقي يقول لك امبورت حاجه معينه وفي الايه الفانكشنز بتاعتها، مفيش مشكله يعني. طيب هنيجي على الايه اللوجيك انستراكشنز، لوجيك اند كومبير انستراكشنز. عندي الاند والاور والاكس اور والنوت، دول الايه اللوجيك انستراكشنز. فاند اول حاجه هو انستراكشن اي ان ال، اي ان ال بيعمل اندنج ما بين تو اوبرنس ديستنيشن كوما سورس. This instruction will perform a logic AND on two operands and place the result in the destination. The destination is normally the accumulator. The source operand can be registered in memory or immediate. Can be registered in memory, خلاص or immediate. طبعا انا مديك صفحة كده المفروض ان هي دي هتبقى موجودة معاك في الامتحان، موجودة على التيمز جي بي جي فايل كده اسمها 851 instructions. دي فيها ثلاث حاجات، فيها ثلاث حاجات، فيها كل انستراكشن في المايكرو كنترولر بتاعنا، ايه الادريسنج مود المودز المتاحه لي وبيتنفذ في كام سايكل وبياخد كام بايت من الميموري. يبقى كل انستراكشن ليه الثلاث حاجات دول، فانت مفيش داعي تحفظهم يعني اوريدي هتجيلك في الامتحان، فانت بس تعرف تستخدمهم. يعني احنا كل انستراكشن اخدناه ادخل عليه على الصفحه دي من نفسك كده وابتدي انت تشوف ايه ازاي تفهمه. برضو ممكن انا اجيبه برضو عشان ايه اللي هو ده. اوكي بس كده او ان ال او ار ال اكس ار ال. بص الادريسنج مودز المتاحه او الاوبرانز اللي بيستعمل معاها. طبعا غير كده يعني في ناس كان بتحفظ الكلام ده، يعني تحفظ الادريسنج مود لكل امر بحيث لو انا جبت لك امر انستراكشن في حاجه مش موجوده في الادريسنج مود دي يقول لك صح ولا غلط، انت ما بتبقاش فاكر، مش حافظه، نسيته. فاحنا ما عندناش الكلام ده، احنا الموضوع ببساطه اهو خلاص. ده انت ممكن ايه كوما ار ان حيث ان من 07 او ايه كوما دايركت ادرس او ايه كوما ات ار اي، كل ده ماشي معاك. بس كل واحده بتاخد كام بايت في الميموري وبتتنفس في كام سايكل. تاخد كام بايت في الميموري ده مهم، واحنا بنحسب البروجرام بتاعي بياخد كام بايت كله على بعضه في الميموري السايز بتاعه، وبتتنفس في كام سايكل
ده بيبقى مهم بالنسبه لي عشان اعرف الاكسكيوشن تايم بتاع البورشن من بروجرام معين او سب روتين او كده بياخد وقت قد ايه، زي ما خدنا فين قبل كده. اتفقنا يا جماعه؟ فدي الايه الدياجرام ده مهم، وده البين اوت برضو بيبقى موجود افيلبل عندك. فتلاقي ان انت تقريبا الاوامر كلها احنا ايه عملنا لها كفرج لحد دلوقتي، يعني اي انستراكشن احنا فاهمين. This instruction performs the logic operations. خلاص مثال بياخد bitwise operations move a comma hash 35 a n l a comma hash 0 f، فده كأنه بيعمل masking ال 4 bits ال higher وبيخلي ال 4 bits ال lower زي ما انت عارف. ORL نفس الكلام بس بيعمل عملية oring. اوكي، وطبعا ال truth table بتاع ال or و truth table بتاع ال and معروف. XORing نفس الكلام، خلاص بيعمل XORing، والXORing بس بيتميز ان انت لو بتعمل رقم او بيت XOR 1 بتطلع البيت بار، او رقم XOR 1 بيطلع رقم كومبلمنت. فلو قلت موف a كوما هاش 54h XOR a كوما هاش 78، فبيحط ال 54 الاول باينري ويحط ال 78 باينري، فهيلاقي ايه؟ هيلاقي الحاجه لو 0 XOR 0 ب 0، انما لو 0 XOR 1 او 1 XOR 0 بيطلع الايه كومبلمنت بتاعها، يعني 0 XOR 1 ب 1، يعني ال 0 اتقلبت 1 XOR 1 ب 0، 0 XOR 1 ب 1، 1 XOR 1 ب 0. ده برضه ال XOR نفس الكلام، ماشي؟ يعني ال XOR عامة بتستخدم ساعات في الكومبلمنت عشان تقلب الايه اللوجيك يعني. الكومبلمنت سي بي ال، والسي بي ال شغاله برضو على بعض الريجسترز مش كل حاجه، فبرضو في الايه في الجدول اللي فيه الانستراكشن سيت بتقدر ان انت تشوف الايه الاوبرانز المختلفه اللي بتستخدم مع السي بي ال. بالنسبه للكومبير في انستراكشن اسمه سي جي ان اي اللي هو كومبير اند جامب اف نوت ايكوال، كومبير اند جامب اف نوت ايكوال، والانستراكشن ده بياخد ثلاثة operands اللي هو ايه destination comma source comma relative address. compare طبعا يعني بيقارن حاجتين ببعض، فالحاجتين دول اول حاجتين في الـ في الـ operands، و jump not equal لو لا يساوي بعض بيروح jump، jump الفين relative address. فهو بيعمل basically بيعمل subtraction بس without changing any register and without setting the flags، يعني بيطرح ماشي رقمين بكمبير ما بينهم، كمبير ما بينهم يعني ايه؟ يعني بطرح ده ناقص ده واشوف الناتج، الناتج بوزيتيف ولا نيجاتيف، لو بوزيتيف يبقى ده اكبر من ده، لو نيجاتيف يبقى ده اصغر من ده. The action of comparing and jumping are combined into single instructions instruction called CJNE compare and jump if not equal. CJNE instruction compares two operands and jumps if they are not equal. The destination operand can be in the accumulator or in the RN registers، ودول ما بنحفظهمش زي ما قلنا، دول موجودين في الشيت اللي عندنا بتاع الانستراكشن سيت. لا ما بيغيرش في اي register ولا بيغير في الفلاجز. اوكي okay. اللي هو الامر سي جي ان اي. The source operand can be in a register. خلاص طيب. The operands themselves remain unchanged. طبعا هو خلي بالك it changes the carry flag to indicate if the destination operand is larger or smaller، يعني بيغير في الفلاجز بتاعت الكاري. انا قلت ما بيغيرش في الفلاج، لا هو بيغير في الفلاج كاري فلاج، لان الكاري فلاج ده هو اللي بيبين ايه الرقم ده اكبر من ده ولا ده اكبر من ده، اللي هو في حاله الطرح بيبقى اسمه بورو. فلو انا قلت سي جي ان اي ار 5 هاش 80 نوت ايكوال، فبتشيك او بيكمبير ار 5 مع 80 خلاص. ف if not equal يقول لك جي ان سي نيكست، يروح لنيكست، فهو بيقارن ده اكبر من ده ولا ده اصغر من ده. جامب اف ار 5 جريتر ذان 80 خلاص. فانت ممكن تعمل تشيك على كله، هل هو يساوي او اكبر من او اصغر من، ثلاث حالات يعني. نوتس ذات ان ذا سي جي ان اي انستراكشن
that any rn register can be compared with an immediate value. برضو ما يهمنيش لان انا already عندي table اللي فيه instruction set مش حافظ الكلام ده. There is no need for register A to be involved. The compare instruction is really a subtraction except that the operands remains unchanged. Flags are changed according to the execution of the sub with borrow instruction. Write a program to read the temperature and test if it is above 75 according to the test results. Place the temperature value into register indicates. Write a program to read the temperature and test it for the value 75. هيقرا حالة temperature أو الحرارة بتاعت فرن أو whatever دفاية ويقارنها مع 75. حسب الاختبار ده according to the test, place the temperature value into register indicated by the following. ثلاثة conditions. لو درجة الحرارة 75 يبقى then خلي A 75. لو درجة الحرارة أقل من 75 يبقى R1 حط فيها درجة الحرارة. لو درجة الحرارة أكبر من 75 يبقى حط درجة الحرارة في R2. يبقى أول حاجة move B1,0FFH move A,B0B1 علشان تبرمج البورت إن هو input. CJNEA,75,over هيقارن الـ A مع 75. لو not equal يروح لـ over. تمام. لو not equal يروح لأوفر. طب لو equal هيروح لأكزت. لو equal هيروح لأكزت S jump exit. طب راح لأوفر not equal يشوف JNC next jump not carry next. if CY equal 0 يبقى معناها ايه؟ اكبر من 75. يبقى معناها ان درجة الحرارة 100 مثلا. فلما طرح 100 ناقص 75 طلعت 25 فكري بايه؟ بصفر. فيروح يبقى عارف ان هو اكبر منه. طيب والا موف ار1 كوما اي والا هي بتبقى اصغر. ما هو لو يا كده يا كده يا كده خلاص. طيب طبعا هو بيقول لك لو التيب 75 زين اي ايكوالز 75 المفروض ان هو في الاكزيت دي اللي هما يساوي بعض كان يحط ايه؟ موف اي كوما هاش 75. برضو من اللوجيك اللوجيكال انستراكشنز الموجوده اللي هي روتيت انستراكشنز شيفت وروتيت. فانا عندي امر اسمه روتيت رايت وروتيت ليفت وروتيت رايت ثرو كاري وروتيت ليفت ثرو كاري. بالنسبه للروتيت ار ار روتيت رايت بيعمل ايه؟ بيروتيت بيخلي الموست سيجنيفيكانت ليست سيجنيفيكانت بيت في الريجستر اكيميليتور عموما يلف ويدخل مكان الموست سيجنيفيكانت بت. محتويات الاكيميليتور يحصل لها شيفت تو ذا رايت 1 بت زي الدياجرام اللي قدام. ان روتيت رايت ذا 8 بتس اوف ذا اكيميليتور ار روتيتد رايت 1 بت اند بت دي 0 اكزيتس فروم ذا ال اس بي ليست سيجنيفيكانت بت اند انترز ذا ام اس بي اللي هي دي 7. اوكي. ومثال عليه زي ما انت شايف حط في الاكيميليتور 36 هكس ديسيمال RRA RRA حصل ايه؟ الزيرو اللي كان least significant لف ودخل مكان الايه؟ الموست significant والرقم اتشفت 1 بت لليمين وهكذا زي ما انت شايف. روتيت ليفت العكس. روتيت ليفت العكس. ان روتيت ليفت the 8 bits of the accumulator are rotated left 1 bit and bit D7 exits from the MSP and enters the LSP. وبرضو مثال عليه. بالنسبة لل RRC اللي هو Rotate Right Through Carry زي بالظبط Rotate Right بس اللي Significant Bit بتدخل مكان الكاري واللي موجود في الكاري بيدخل في الموست Significant Bit. وده عامة بيستخدموه عشان تعمل تشيك على بيت معينة في الريجستر ان انت تنقل البيت دي في الكاري وتتشيك على الكاري. انا البيت دي في الكاري الاول وبعدين اتشيك على الكاري. ده الكلام ده لو البيت هي بيت زيرو. طب لو مثلا عايز اتشيك على بيت 5 في ريجستر اذا كانت 1 ولا 0 فبعمل كذا مره روتيت
اوكي ولحد ما اوصل الخمسه البيت الخمسه واتاكد انها اتحطت في الكاري وبعد كده تشيك على الكاري. سي ال ار سي موف اي كوم هاش 26 ار ار سي اي ار ار سي ار ار سي اي يلفهم. نفس الكلام ار ال سي موست سيجنيفيكانت بيت بتبقى جوه اتحط جوه الكاري واللي في الكاري اتحط في الليست سيجنيفيكانت بيت ويحصل شيفتنج. Serializing data is a way of sending a byte of data one bit at a time through a single pin of a microcontroller. Using the serial port discussed in chapter 10, احنا لسه ما خدناش serial port بس هنتكلم عنه. The transfer data one bit at a time and control the sequence of to transfer data one bit at a time and control the sequence of data and spaces in between them. فالسيرياليزيشن طبعا ده حاجه مهمه جدا. اوكي ان انت تبعت داتا موجوده عندك بارلل تروح محولها سيريال تتبعت بيت باي بيت. وانس قدرت تعمل كده يبقى انت ممكن تعمل ايه؟ تبعت الداتا بتاعتك وايرلس او تبعت الداتا بتاعتك على تو لاينز بس مش محتاج بقى لاينز كتير. وبقول يعني كده حاجه براكتيكال موجوده في القصه دي ان زمان كان الهارد ديسك اللي وصل جوه الكمبيوتر الديسكتوب كان واصل بكابل اسمه اي دي اي. الكابل ده كان كابل فلات كيبل عريض 40 بن. ليه؟ لان الانترفيس ما بين الهارد ديسك وبين المذر بورد كان بارل ما كانش سيريال. فاللي حصل لما سرعات المذر بورز او البروسيسورز عالت والهارد ديسكات عالت فبقى الترانسفير اوف داتا البارلل ده بسرعه بيحصل بينهم زي كروس توك يعني بين الوايرز الكتير البارلل دول بيحصل تداخل فساعات يحصل ايرور. فغيروا بقى السيستم اللي هو المتبع دلوقتي اللي هو ايه السيتا كيبل والسيتا 2. فالسيتا ده عباره عن ايه؟ ده كيبل اربع لاينز اللي هو الكابل الاحمر الطويل ده اللي بيتوصل بين الهارد ديسك وبين الايه وبين المذر بورد. فده سيريال يعني بتبعت الداتا على تو لاينز ما بين المذر بورد وبين الهارد ديسك. طب ازاي كميه الداتا الكبيره دي بتتبعت؟ هتلاقي بقى اللي حصل ايه ان في اي سي على الهارد ديسك بتعمل ايه التحويله. لو في حاجه الهارد ديسك بيستقبلها تروح واخده سيريال اسمها سيريال تو بارلل كونفرتر وتحولها بارلل عشان تخزنها على الهارد ديسك. والعكس لو الكمبيوتر او المذر بورد عايز ريتريف داتا من الهارد ديسك هتلاقي فيه جزء من الاي سي دي اللي هو بارلل تو سيريال كونفرتر يقرا داتا من الهارد ديسك بارلل ويحولها بيت باي بيت سيريال ويبعتها على السيتا كيبل للبروسيسور. نفس الكلام بيحصل على البروسيسور. فالسيرياليزيشن مهم جدا ممكن بياخد وقت اطول من البارلل في تعقيد اكتر بس بيخليك ان انت تقدر تحصل على ريلايبل كوميونيكيشن. وزي ما قلت لك تقدر تحصل على او تعمل وايرلس ترانسميشن. الوايرلس ترانسميشن از سيريال ترانسميشن مش بارلل ترانسميشن. اوكي فده بس عشان النقطه بتاعه السيرياليزيشن بس ان باين اهميتها يعني. طيب سيرياليزنج داتا ترانسفير ا بايت اوف داتا سيريالي باي موفينج سي واي تو اني بين اوف بورت بي 0 تو بي 3 يوزنج روتيت انستراكشن. مثال write a program to transfer the value 41H serially one bit at a time via pin P2.1 put two highs at the start and the end of the data send byte LSP first. هو هنا اكنه بيعمل سيميليشن للسيريال بروتوكول اللي احنا هنبقى نشوفه ليتر في السيريال بريفرال بتاعه المايكرو كنترول. ان المايكرو كنترول بقى فيه بريفرالز جاهزه واحده منهم اسمها سيريال بورت الثانيه اسمها انتربتس الثالثه اسمها تايمر والاساسيه خالص اللي هي البورتس طبعا. فالسيريال لما انا ببعت داتا سيريال لو انا بستخدم البريفرال البيلت ان في المايكرو كنترولر بتبقى بجاست وان انستراكشن. مثلا اقول له ايه في ريجستر اسمه اس باف اقول له موف اس باف كوما ايه خلاص هو بقى بيعمل ايه بيروح عامل الكام حاجه اللي احنا هنكتبهم دلوقتي. بس كويس في ايه اللي احنا بنعمله ان انت لو كنترولر ما فيهوش سيريال
بورت او ما فيهوش سيريال ترانسميشن، اقدر انا بالسوفت وير اكتب له ايه زي درايفر عشان يعمل نفس الفانكشن اللي هي بتاعت السيريال ترانسميشن، لان مش كل المايكرو كنترولرز فيها بيلت ان سيريال ترانسميشن. يعني في مايكرو كنترولرز مثلا اللي هي الفوت برينت بتاعها صغير 8 بينز و6 بينز، دي ما فيهاش بيلت ان بالهاردوير سيريال. طب افرض انت عايز تشتغل بقى سيريال وتوصلها على حاجه ترانسميتر مثلا وات ايفر، توصلها على الكمبيوتر، يبقى ساعتها انا مضطر اكتب ايه درايفر بالشكل ده فروم سكراتش. تمام. طب موف اي كوم اش 41 سيت بيت بي 2.1 سيت بيت بي 2.1 عشان يبعت التو بيتس الهاي اللي هو بيقول عليهم دول اسمهم ستارت ستوب بيتس او ستارت بيتس وات ايفر. موف ار 5 كوم اش 8 ده عدد البيتس اللي هتتبعت. ار ار سي اي ار ار سي اي روتيت رايت ثرو كاري. فلو هيحصل ايه اول مره ان الدي 0 هيجي مكان الكاري، دي 0 هيجي مكان الكاري، واللي كان في الكاري يخش ايه مكان دي 7، مش مشكله دي. بعد كده موف بي 2.1 كوما سي، ابعت لي بقى اللي في الكاري ابعته لي على البورت، يبقى كده انا اول بتايه طلعتها سيريال على البورت. حلو. طيب بعد كده دي جي ان زد ار 5 كوما هير، اعمل لوب على الثمانية نقصهم بواحد وارجع واعمل لحد ايه ما تخلص كله. يبقى انا كده خلصت السبع بيتس بعتهم كلهم set bit b2.1 set bit b2.1. او put two highs at the start and two highs at the end 1111. الكلام ده يا جماعه مهم جدا، بس يعني طبعا يعني انت مفيش الوقت ان انت اكسبيرمنت بالحاجات دي كلها، بس هو في منتهى الاهميه يعني من وجهه نظري. يعني write a program to bring بعت بقى عايز اقرا جايالي داتا على بنايه بيت باي بيت باي بيت باي بيت، عايز اخدها كده تك 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 واحطها في ريجستر واحد. write a program to bring a byte of data serially one bit at a time via pin p2.7 and save it in the register r2. the byte comes in with the least significant bit first، يعني اول بتاعه بتيجي هي لسه سيجنيفيكانت بيت بتاعتي. ماشي، هحط برضو في ار 5 احط كاونت 8 وابتدي اقول ايه موف سي كوما بي 2.7، تعالي اول بيت وحطها لي وحطها فين، حطها سوري اول بيت اللي هي جايه لي على بي 2.7 احطها في الكاري. وار ار سي اي روتيت رايت ثرو كاري، روتيت رايت ثرو كاري. فروتيت رايت ثرو كاري بيعمل ايه؟ قلنا بياخد الدي 0 يحطها في الكاري وياخد الكاري يحطها في دي 7. فدلوقتي دي 7 فيها ايه؟ فيها البيت اللي هي جايه لي اول بيت اللي هي بي 2.7 اللي المفروض لسه سيجنيفيكانت بيت اللي جاي. بعد كده هعمل لوب دي جي ان زد ار 5 كوما هير، هيرجع تاني هتكون بيت ايه؟ بيت 6 جت على بي 2.7 تدخل مكان الكاري، واعمل ار ار سي. فايه اللي يحصل؟ البيت اللي كانت 7 بقت 6 والبيت السي واي دخلت في بيت 7 وهكذا. بعد 8 بيتس هتلاقي البيت الاولانيه خالص اللي كانت جايه لي بقت فين؟ بقت في الدي 0، واخر بيت جت بقت في الدي 7. يبقى انا كده عملت كابتشر للسيريال ايه ديتا اللي جايه لي. دي مراجعه على البيتس الاوامر اللي بتتعامل مع الكاري، بتعمل له سيت او كلير او كومبلمنت. فعن سيت بيت كاري كلير بيت كاري كومبلمنت الكاري، موف الكاري في بيت او موف بيت في الكاري، تشيك على الكاري جي ان سي جام نوت كاري جي سي اي ان ال الكاري مع بيت اي ان ال سي كوما سلاش بيت. ده اول مره نشوفه، لما تكتب كده معناه كومبلمنت بتاع البيت. اند الكاري ويز انفرتد بيت inverted bit. ماشي، بعد ما تحط سلاش معناه inverted. ORL C, bit ORL C, slash bit. يبقى دي instructions اللي بتعامل مع الكاريز، ودي examples على الكلام ده. assume that bit P2.2 is used to control an outdoor light and bit P2.5 a light inside a building. show how to turn on the outside light and turn off the inside one.
تاني assume that pit P2 is used to control an outdoor light. عندك outdoor light بره حاجة في الجنينة بتتحكم فيها بايه؟ ب P2.2. و P2.5 is a light inside building وده حاجة indoor لمبة جوه الأوضة بتاعتك. Show how to turn on the outside light and turn off the inside light. طبعا حاجة trivial جدا. فقال لك ايه؟ set bit C خلاص. ORL طبعا ممكن نعملها بطرق كتير، يعني دي بيت، دي بيت في بورت ودي بيت في بورت، فانا ممكن ان انا اعمل لها سيت بيت او كلير بيت على طول بالانستراكشن واحد يعني. بس هو يعني هنا ايه بيعمل ايه؟ اكنه بيكسبيرمنت على الكاري يعني. اوكي، فسيت بيت سي بقى سي بواحد. او ار ال سي كوما بي 2.2 معناها خلي البيت بي 2.2 اعمل لها اورنج مع واحد، يبقى لو 0 هتبقى واحد ولو واحد هتبقى واحد، يبقى انا عملت لها سيت. اوكي، فكده ايه بقت بواحد. وبعد كده moves b2.2, c turn it on if it is turn it on if not on. يعني لو مكانش مفتوح مفتوح افتحه. وبعد كده clrc واعمل ending. ليه؟ عشان تطفيها، عشان تخليها بصفر. تمام. طبعا هو مثال مش موضح قوي الفانكشن بتاعت اللي هو عايز يوصلها يعني، بتاعت السنجل بيت اوبريشنز. يمكن اللي بعده اوضح شويه. write a program that finds a number of ones in a given byte. عايز يعد عدد الوحيد في بايت معين، مفيش مشكله خلاص. move r1, hash 0 ده الكاونت اللي هيتحط فيه عدد الوحيد. move r7, hash 8 ده كاونتر على عدد البيتس اللي انا هشتغل عليها. move a, hash 97 ده سامبل للرقم اللي انا عايز اعد فيه عدد الوحيد. و rlca rotate left through carry. rotate left through carry، فrotate left زي ما انت عارف يبقى الموس significant بيت هتخش مكان الكاري. فدخل موس significant بيت مكان الكاري، هيبتدي بقى يشوف ايه الكاري دلوقتي بايه، واحد ولا صفر. jnc لو بصفر روح لنكست عدي وخد اللي بعده روتيت تاني. طب لو واحد زود لي كاونت ار 1، يبقى انا كده عديت عدد الوحيد فين؟ في الرقم لحد ما يخلص ايه الثمانية بيتس. في انستراكشن عندي اسمه سواب. سواب ده بيعمل بيبدل الفور بيتس الهاير مكان الفور بيتس اللور، واللور مكان الهاير، بدلهم ببعض يعني. ات سوابس ذا لور نيبل اند ذا هاير نيبل اوف ذا بايت. ان اذر ووردز the lower four bits are put into the higher four bits and the vice versa. مثال move a, hash 72h swap a خلاص، يبقى اذا ال a كانت فيها 72 هتبقى فيها 27. نفس الاكشن لو انت عملت rotate a اربع مرات، rotate left اربع مرات. طبعا ال PCD and the ASCII applications. ال PCD اللي هو من 0 ل 9 اوكي، وده بالباينري لو باجد وان باجد عارفين يتعمل ازاي. والاسكي بتاعهم من 30 هكسا ديسمال ل 39 هكسا ديسمال. وانت اي ريكومند ان انت تريمبر الايه الارقام دي اللي هي الاسكي كود من 0 ل 9. وبالنسبه حتى للكاركترز يعني انا نفسي حافظ اي كابيتال ايه ده 41 هكسا ديسمال مثلا يعني. ومنه بقى تبتدي ان انت تشوف ايه اي كاركتر تاني. BCD and the ASCII application programs packed BCD to ASCII conversion. conversion من نوع لنوع تاني، من نوع لنوع تاني. عايز يحول BCD لASCII، من packed BCD لASCII. حلو. طيب ده نعمله ازاي؟ ما هو دول packed. packed يعني الرقم الثمانية بيتس دول في رقمين BCD. فاول حاجة ان انا اعمل ايه؟ اكابتشر اول رقم فيه. اوكي، ولو جمعت عليه 30 هكسا ديسمال يبقى انا حولته للاسكي الايكويفالنت بتاعه، لان انا عارف ان الاسكي كود بتاع الزيرو 30 والاسكي كود بتاع الواحد 31 وهكذا. طب بعد كده عايز اكابتشر الايه الرقم الثاني البي سي دي الثاني، يبقى اعمل ايه؟ اعمل روتيت رايت 4 بيتس، فيقوم الفور بيتس الهاير يجوا مكان اللور صح، وروح واخدهم برضو جمعهم على ايه، بس ممكن اعمل ماسكينج بقى عشان اضيع جزء من الرقم ده. فدي البوليسي اللي هنشتغل عليه. نعم.
ممكن تعملي حاجة طبعا، ممكن تعملي سواب، ممكن يعني كله باللوجيك بقى، على حسب اللوجيك اللي بنكتبه ونشوفه بعد كده. بس ممكن طبعا حاجات كتير يعني. هو انا بيقول لك بس معلومة، بيقول لك ان في كنترولر اللي هو دي اس 5000 ده، في ار تي سي. طيب المعلومة دي انا شايف ان لا irrelevant بالنسبة لنا، وكده كده احنا قلنا اي حاجة خاصة بالكنترولرز اللي هي دي مش هنهتم بيها، لان اوريدي بقت اوبسليت يعني مش موجوده، فمش هنهتم بيها. خلينا في اللي بعده. however these data is provided in packed. ده بيقول لك ان يعني كان قصده ان دايما في حاجه اسمها الار تي سي اللي هي ريل تايم كلوك، اللي هي بتكيب تراكنج اوف سكندز ومينتس واورز ودايز ومانثس ويرز وكده. فالحاجات دي كلها بتبقى بي سي دي، يعني كلها بي سي دي، باينري ثواني تو ديجيتس من 00 ل 59 بي سي دي، الاورز من 00 ل 23 بي سي دي مثلا وهكذا، تمام. المينتس من 00 ل 59 تو بي ديسبلايد اون ذا ال سي دي اور برينتد باي ذا برينتر ات ماست بي اسكي فورمات. بيقول لك ان انت اي حاجه تطلع على شاشه او ال سي دي بتشتغل اسكي. طب انا يا جوه الكمبيوتر على او بالبروسيسور على بي سي دي، يبقى لازم اعمل التحويله من بي سي دي لاسكي. مثال 29 او بتحولها باينري خلاص، او 29 لازم تفصلها 0209 وبعد كده تروح مجمع على 30. ازاي نمبلمنت بقى الكلام ده؟ هنشوف. تو كونفرت اسكي تو باكد بي سي دي هعمل عمليه العكسيه. عندي رقم 4 اسكي ورقم 7 اسكي، هروح جامع على الاربعه سوري هي اللي هي 34 و37، عايز احولها الى باكد بي سي دي، عايز احولها لباكد بي سي دي. طب تعال نشوف ازاي. It is first converted to unbacked BCD to get rid of the 3 وازو 3 اللي هي بتاعت ال 30 hexadecimal، 3 بتاعت 30 hexadecimal عايز يطيرها يشيلها وياخد اللي بعدها، وبعد كده combine to make a packed BCD. دي اسهل طريقة. move A comma hash ASCII 4 move R1 comma hash ASCII 7 ANL A comma hash 07 0F. ليه؟ عشان يرموف الـ A 3. يبقى كده عملت كابتشر للـ A 4 بس، ونفس الكلام بالنسبة للـ R1 عملت كابتشر للـ A 7 بس. بعد كده أعمل سواب ORL A comma R1، يبقى حولت الرقم لـ 47. يبقى ده ازاي انا احول من ASCII جايلي الى BCD، من ASCII الى BCD. assume that register A has a backed BCD, write a program to convert the backed BCD to two ASCII numbers and place them in R2 and R6. move A comma hash 29 H move R2 comma A، ده عشان ياخد كوبي بس من الـ A من اللي موجود في الـ A. زي ما قلنا ايه اللي انا هعمله؟ اول حاجه هماسك الفور بيتس الهاير عن طريق ANL A comma hash 0F. يبقى دلوقتي انا خدت التسعة، وبعد كده هعمل اورنج للتسعة دي مع كام؟ مع 30 اكس ديسمال، بعد 39. يبقى انا كده حولت الرقم الاولاني لاسكي، وبعد كده احطه فين؟ في R6. وبعد كده موف R2 comma A، اوكي موف R2 اللي انا خدته كوبي في الاساسيه حطيتها في الاي تاني، اوكي. وبعد كده اند ANL A comma hash 0F0 sorry 0F0H عشان ماسك اللور 4 بيتس. ليه؟ بقى عندي كام؟ بقى عندي 20. هعمل لهم روتيت رايت اربع مرات، بقى عندي 2. هعمل له ORL، بقى عندي 32 وابعته. خلص هنقربنا نخلص. Using a lookup table for ASCII, assume that the lower 3 bits of P1 are connected to 3 switches. Write a program to send the following ASCII characters to P2 based on the status of the switches. بحيث لو switches 3 switches 000 يبعت لي على port 2 ASCII code of 0. 001 ASCII code of 1 وكذا. مفيش مشكلة. move dbtr comma hash my table، حيث my table ده عبارة عن table فيه الاسكي characters من 07 متخزنة بdb.
موف اي كوما بي 1. اقرا لي بقى اللي على البورت اللي هو حاله الثلاث سويتشز، واعمل لهم ماسكينج مع 07 علشان اكابتشر اللي هو الثلاثه بيتس الاولانيين الليست بس. يبقى موف اي كوما بي 1 اي ان ال اي كوما هاش 07، يبقى عندي ثلاثه بيتس. اعمل ايه بقى؟ اروح جامع الثلاثه اللي هو الفاليو اللي جايه لي دي مع الدي بي تي ار، بحيث لو كان 0 يروح في لوكيشن 400 ياخد 0، لو كان 1 يروح لوكيشن 401 وهكذا، لو كان 7 111 يروح لوكيشن 407 ياخد الرقم وايه ويبعته على البورت 2. اس جامب دولار ساين قلناها برده معناها ايه؟ تشيك سم بايت ان رام تو انشور ذا انتجريتي اوف ذا رام كونتنتس. افري سيستم ماست بيرفورم ذا تشيك سم كالكوليشن. ذا بروسس اوف تشيك سم از تو ديتكت اني كوربشن of the contents of the ROM. The checksum process uses what's called a checksum byte. A checksum byte is an extra byte that is tagged to the end of a series of bytes of data. والكلام ده خدناه لما خدنا الفورمات بتاع الـ X file، وقلنا ان اي لاين في الـ X file بينتهي بحاجة اسمها checksum، وقلنا تطبيقه ايه او ليه اللي بيستخدم الـ checksum. To calculate the checksum byte of a series of bytes of data يحصل ايه؟ add all the bytes together and drop the carry. Takes the 2's complement of the total sum and becomes the last byte of the series. To perform the checksum operation هل في integrity ولا لا؟ بيروح جامع كل البايتس اللي في اللاين. لو الناتج بصفر يبقى تمام. The result must be zero. If it is not zero, one or more bytes of data have been changed. Assume that we have 4 bytes of hexadecimal data. مديك 4 bytes. Find the checksum byte. خلاص فيش مشكلة، هنجمعهم ونضرب الكاري ونجيب التوس كومبلمنت. B. Perform the checksum operation to ensure data integrity. بتروح جامع كل البايتس بلس الكاري اللي انت جبت، راح checksum اللي انت جبته حسبته يطلع لك المفروض صفر. C. If the second byte is 62 has been changed to 22, show how checksum detects the error. هغير واحد فيهم خلاص اللي هو بدل رقم يتغير الرقم تاني واجمع تاني يطلع لي ايه المجموع مش 00، يعني المجموع طلع 00 معناها في integrity في اللاين. Many ADC analog digital converters provides output data in binary hex to display the data on LCD or PC. We need to convert it to ASCII. دايما الـ displays عموما بتتعامل فيها بالـ ASCII مش بالـ BCD ولا الـ hex ولا الـ binary وكده. يبقى convert the 8 binary hex data to decimal digits من 000255 وتبعت ايه كل بايت بقى ايه لوحده على الـ display. طيب كده وقفنا لحد هنا، يبقى بعد كده ان شاء الله المحاضرة الجاية هناخد 851 programming in C اللي هو كل الحاجات اللي احنا عملناها بالـ assembly قبل كده، ازاي ان انا اقدر ان انا اكتبها بالسي لانجوج. طبعا المفروض ان هو هيبقى ايه اسهل كتير، اوكي، بس انت كده تبقى انت هتلم بال هاو تو رايت ان اسمبلي لانجوج بروجرام اند اتس سي ايكويفالنت بروجرام.